صباح النور مشاهدينا. اليوم مثل ما حكى أمين وقال أنه تماريننا خاصة بعد كسر الكتف، بدنا نتذكر كثير منيح أنه كسر الكتف بيوجع، بس نرجع على التمرين رح نحس بوجع. قبل ما نبلش تمرين بدنا نتأكد أنه الطبيب سمح لنا نروح نبلش نتمرن، وأي تمارين مسموح نتمرنهم أي لا نحن رح نمرق عليهم كلهم وبنستثني منهم يلي ما سمح لنا نعملهم الطبيب. شو رح نبلش نعمل؟ أول شيء رح نبلش نعمله رح نشوف إذا كتفنا بيفتح على الآخر أو بيضلوا تحت أو بيفتح كله مثل التاني بهذا الشكل. تاني شغلة بدي أشوف إذا بيرجع لورا مثل تاني كتف. تالت شغلة بدي أشوف إذا بيطلع على الآخر لقدام لقدام لقدام. إذا هيدول كلهم مزبوطين قبل ما بلش أي حركة بدي بلش بتليين الكتف، وهذا رح يصير بدمبل كثير خفيفة. رح أخذ هيدي الوضعية رح أشتغل بشكل دائري بهذا الشكل، وبرجع بالعكس. أكيد بدي أعملها تقريباً شي دقيقة كل وحدة. برجع بروح بهذا الشكل، بعيدها تقريباً شي 10 مرات كمان هيك. هون بكون لينت عضلات كتفي وبلشت حس إنه كتفي بلش يتحرك. بس خلص هيدولة جبت معي عصاية، حيلا عصاية حيلا ستيك بالبيت بنستعملها لحتى نرجع نشغل كتفنا بالشكل الطبيعي. بهيدي الايد يلي هي المنصابة المكسورة رح حط ايدي اصبعي لفوق ورح جرب ادفش طلوع قد ما فيي بهذا الشكل طيطلع كتفي على الاخر ورجع انزل. بدي اعيدها تقريبا 10 مرات. هلا في حال وصل كتفي لهون ومعي طلع بدي احط شوية بوش وانزل، ويوم بعد يوم رح يرجع ياخذ الرينج اوف موشن الكامل لإله بهذا الشكل. هلا تاني حركة رح تكون رح ارجع اكمش العصاية بهذا الشكل ورح ابرم لهون. هلا الخطأ اللي بنعمله عادة بنبرم كلنا سوا، وهذا شيء خطأ بيكون كتفي ما عم يشتغل، أنا بدي شغل بس كتفي، يعني أنا بدي افتح كتفي وسكر. افتحه بهذا الشكل وسكر، رح أعملها 10 مرات بهذا الشكل. هلا في حال هيدول ما ساعدونا، هلا رح نشوف على المات كيف نستعمل الجاذبية اللي نستعملهم. هلا ثالث تمرين رح يكون بهذا الشكل. أكيد إذا كتفي كان عم يجعني رح تميل إيدي، رح جرب بتاني إيد جلسها واطلع فيها على الآخر لفوق لفوق قد ما فيي وانزل. على مهلي. كمان عن جديد. على مهلي. هلا في حال حسيت صعوبة فيي وسع إيدي على العصاية بتصير تفتح أهون معي وتسكر. وكل ما تقدمت وصرت افتح على الاخر لفوق بجرب ضيق ايدي على العصايه ليفتحوا ايدي على الاخر وبشكل مستقيم بهذا الشكل. هلا اذا ما قدرت اعملهم شو رح اعمل؟ رح انزل على الارض على المات، رح استعمل عصايه، رح استعمل الجاذبيه بنفس الوقت، رح خلي الجاذبيه تشد لي كتفي لورا على الاخر ليوصل على الارض بهذا الشكل، يدقوا الايدتين بالارض وارجع اطلع على مهلي. كمان رح ارجع عيد. هون بكون عم بستعمل الجاذبيه. وكل هيدول لاعاده الحركه الكامله للكتف بعد ما بلشنا نقوي الكتف. رح اعملها بعد مرتين. بهيدي الطريقه. اوكي الحركه اللي وراها يلي كنا عم نعملها بمرم ايدي بهذا الشكل اصبعي لهالميل. وبجرب استعمل الجاذبيه لحتى توصل لي ايدي على الارض وارجع بهذه الطريقه وارجع. مثل ما شايفين انه العصايه عم تساعدني تضل ايدي جالسه، والجاذبيه عم تنزل لي ايدي وتقل العصايه كمان. بذكر انه العصايه او الستيك لازم تكون خفيفه جدا، ما رح تكون ثقيله ابدا لما تاثر على كتفي. بخلص هيدي. كمان بعد عنا طريقة نعملها يلي هي بالطابة لحتى نفتح كتفنا. كيف رح تكون؟ رح تكون بهذا الشكل. رح اعتبر هيدا الكتف يلي مكسور، رح احط ايدي بهذا الشكل، ايدي الثانية على الأرض، وجرب افتح على الآخر قد ما فيي ونزل رقبتي. رح أعمل بتاني إيد لتشوفوا كيف، بهذا الشكل ونزل رقبتي. هون بكون كتفي عم يفتح. هلا في حال ايد صعوبة شو بعمل؟ بحط ايدي هون، ايد المنيحة الصحيحة، بجرب ادفش قد ما فيي الايد الثانية
وارجع بهي الطريقه. بس تصير منيحه راح اقوم وبلش بتمارين التقويه، وتمارين التقويه راح يكونوا اولهم على البنش. راح نام على البنش بس هالمره بالعكس، وخلي راسي لبرا بهيدي الطريقه، وراح جرب علي ايدي بهذا الشكل انا عم بطلع تحت، وهون بدي اعصر كتافي ورا او الشولدر بليد، بدي اعصرهم ورا لحتى يشتغلوا العضلات. برجع بالطريقه الثانيه اصابعي لفوق بعلي وبنزل كمان عن جديد، بعملها تقريبا شي 5 مرات، برجع بريح باخذ نفس برجع ببدل التمرين. رح يكون بهذا الشكل، رح جيب ايدي كلهم سوا ورجعهم ليدقوا بعض قدام، كمان عن جديد رح اعملها 4-5 مرات. هلا في حال ايد صعوبه ما عم بلاقي التوازن، هون شو صار دور اعمل؟ جيب العصايه عن جديد، ارجع نام. هون العصايه بدها تساعدني اشتغل بالايدتين نفس الشكل نفس الطريقه، لانه اذا هاي الايد قصرت بشدها وبجرب وصلهم اثنيناتهم لهون. هذا هو التمرين، رح اعمله 5 مرات. بس خلص رح انزل على الارض ارجع، وهالمره رح استعمل الاستيك باند. رح استعمل هيدي الطريقه لحتى اقوي الروتيتر كف. رح حط راسي على الارض، ايدي بهذا الشكل، رجع لورا وارجع بهذه الطريقه. بذكر انه ايدي ما لازم تفلت، ايدي لازم تضلها على الارض. رح اعملها تقريبا 10 مرات، اكيد بدي احس بوجع، هذا الشيء طبيعي، عضلات عم يشتغلوا صار لهم زمان ما اشتغلوا جراء الاصابه. بس خلص هيدي دمبلز، نعمل ثاني تمرين، بثبت كتفي وكوعي وبجرب افتح وانزل بهذه الطريقه. رح اعملها تقريبا شي 10 مرات، بذكر انه كتفي ما لازم يلعب، كتفي لازم يضلوا ثابت بهذا الشكل بهذا الشكل. اوكي، خلصنا هيدول. شو رح اعمل؟ رح جرب رجع كتفي لورا بهذا الشكل قبل ما استعمل اي شيء، لانه هلا بدي استعمل حبل المطاطي لاشتغل. بعملها 10 مرات وبجيب الحبل المطاطي، ببلش عمليه التقويه المباشره لكتافي ولوقفتي بهيدي الطريقه. رح اعملها 10 مرات، وهون مشاهدينا بيكون الكتف بلش يصير جاهز لحتى نرجع نمرنه بشكل طبيعي. واول تمرين رح يكون له من بعد نصحى من الاصابه هو لاترال ريز، اللي هو بهذا الشكل. يمكن ما يطلع معي على الاخر لانه صار في ضغط الحبل المطاطي، قد ما طلع اول نهار ما عندي مشكل، برجع بعدين بصير يطلع بالحركه الكامله. التمرين يلي وراه اجر قدام اجر، بجرب علي لمستوى تمي وبرجع بهذا الشكل. اذا ملاحظين عم بشتغل ايد وحده مش الايدتين سوا، لحتى الايد وحده تشد وتصح وتصير قويه، لانه الايد الثانيه منيحه. هيدي الايد المكسوره. هلا تمرين ثالث رح يكون بالحبل المطاطي وبهذا الشكل. هون بذكر انه انا بكون صحيت، بلشت عم برجع استعمل كتفي بكل حركته الكامله. بس خلص هيدا، اذا بتتذكروا كنا عم نعمل على الارض هيدي الحركه، هلا صار وقت نعملها بالدمبلز على الواقف. اكيد ايدي ما بدها تنزل، ايدي بتضلها جالسه، بطلع وبنزل بهذا الشكل. وبس خلصها بروح على الدمبل الثاني. هلا صار وقت شغل كتافي اثنيناتهم بنفس الوقت، هالطالع والنازل، بتاكد انه الفرونت ريز الميلتين عم تكون بنفس الشكل. بس شوفها عم تطلع مظبوطه، بروح على الفلاي، بتاكد ما في كتف قاشط وكتف عالي، الكتفين عم يطلعوا مثل بعض، الكتفين صحيحين. قبل ما بلش البريس
واخر حركه رح تكون معنا هي البريس بهذا الشكل. بذكر انه انا ضروري اطلع وشوف انه الدمبلز عم يضربوا ببعض فوق، بالاخص اذا انا كان عندي كتف منصاب. رح اعملها بهذا الشكل 5 مرات، وبس خلص ما بدي انسى اكيد الاسترتشينج يلي هو من الاهم. رح اعمل للكتفين سوا ستريتشينج، كمان لميلة ورا بهذه الطريقة. شغلة كتير مهمة نشوفها بالعصاية بس نخلص تمريننا، يلي هي قد ايه صارت توصل ايدي لورا. يعني انا بدي هدي العصاية بهذا الشكل وجرب علي لشوف وين بتوصل، ومطرح ما بتوصل حدا بيساعدني لعلم اصبعي وشوف الايد الثانية وين بتوصل كمان. اذا وصلوا اثنيناتهم مثل بعض صار فيي ارجع على التمرين انا بشكل طبيعي، وصار فيي مرن كل تمارين الكتاف بشكل صحيح وطبيعي بلا اي مشكله. واحدة من التمارين اللي معقول نعاني منها هي الدمبلز الفرونت ريز، لانه كتفي معقول يزيح الدمبلز شمال او يمين، انا مضطر انه تطلع وتنزل محلها، كمان تاني ايد تطلع وتنزل محلها. وتأكد كمان انه بالابرايت رو ما عندي وجع، ما عندي كتف عم يطلع اعلى من كتف. هدول كل كثير اخطاء بيصيروا ضروري نطلع على المرايه او يلي معنا يعملهم. الشغلات يلي بيضعفوا بس ينكسر كتفنا هو البايسبس، ضروري نرجع نمرنها. انا بفضل انه نمرنها على الارض لحالها، نكون ساندين ايدنا ونطلع على مهلنا وننزل لحتى يقوى البايسبس، نصير نقدر نرجع نشتغل بايدنا بشكل طبيعي وبشكل صحيح. بس نخلص البايسبس بنروح على الهامر، كمان بنعملها 10 مرات. تذكر وزن رح يكون اول ما نبلش كثير خفيف، وبس نخلص بنكون خلصنا اعاده التاهيل وصار وقت نرجع على الجيم.